الليلة في حديث القاهرة أزمة وأمل. بعلم الوصول من داخل المستشفى لعموم الشعب المصري، انقذوا 57-3-57. بعد رفع الفائدة وحالة الترقب لأسعار الدولار، إيه اللي هيحصل للجنيه المصري بكرة؟ صور العام وأكرم توفيق وأشرف زكي وأهم ما يشغل المصريين والعالم على السوشيال ميديا في بورصة الكلام. حكايات وأسرار شارع النجوم، الإعلامي ممدوح موسى في ضيافة. حديث القاهرة مستمر. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حديث القاهرة، حلقة أول الأسبوع، السبت 24 ديسمبر 2022. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر بناسها بشعبها بخير. بدأت الكنيسة الكاثوليكية منذ قليل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر. بكرة الصبح إن شاء الله هتحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بمنطقة الحمزاوي. كل سنة وشعب مصر العظيمة بكل عقائده بخير. النهاردة هنتكلم عن مستشفى 57-3-57، وهتكلم عن سيناريو ماذا لو ضاعت هذه المستشفى وهذا المستشفى كما ضاعت أحلام كثيرة جدا. لقيت بيلح عليا قصيدة الشاعر الراحل الجميل، قصيدة العامية عبد الرحمن الأبنودي اللي اتكتبت في أبو العلا البشري، كانت تتر المسلسل وكانت ألحان عمار الشريعي وغناء علي الحجر. كانت بتقول إيه؟ كانت بتقول: ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم، كل اللي عايشين للبشر من حقهم يقفوا ويكملوا، يمشوا ويتكعبلوا، ويتوهوا أو يوصلوا. وده كنا مش قادرين نكون زيهم، نتأمل الأحوال ونوزن الأفعال، يمكن إذا صدقنا نمشي في صفه. الدنيا مالها ولا احنا مالنا؟ ولا الزمان نسانا ايه جرالنا؟ بقينا نحبس في السطور سؤالنا، ونحسد الصادق على صدقه، ونقف بين العاشق وبين عشقه، نهرب من الصفيين إذا بكيوا، ونحسد البكيين إذا ضحكوا. حفظكم الله. إلى عناوين الأخبار. الحكومة تنفي اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية. وزير المالية يؤكد الالتزام بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم. الإسكان تطرح 22 ألف وحدة بسكن مصر، دار مصر، جنة، إسكان متميز. الأوقاف تعلن السماح بالاعتكاف وإقامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى رمضان المقبل. انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم. طالبان تطلب من جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية بعدم السماح للموظفات بالحضور إلى العمل. إضراب جديد لعمال السكك الحديدية في بريطانيا للمطالبة بزيادة أجورهم. وفيات وانقطاع الكهرباء وفوضى في شوارع اليابان بسبب عاصفة ثلجية. اشتباكات بين الأمن الفرنسي ومحتجين أكراد في باريس. روسيا: الغرب يستخدم الإعلام لتوجيه الرأي العام لدعم أوكرانيا. غداً أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد للقاهرة والصغرى 13 درجة. أهلاً وسهلاً بحضرتكم. فجأة أصبح حديث القاهرة مستشفى 57-3-57، والاستغاثات لم تأتي من إدارة المستشفى ولكن جاءت من عموم الناس،
من الذين يترددون على المستشفى، من الشخصيات العامة، من النجوم، من كل واحد كان بيحلم لبلده ان يبقى عندها حاجات حلوة. فجأة انقذوا مستشفى 57 3 57. من ايه؟ هو احنا ليه شايفين تأثير الأزمات العالمية على كل شيء وعلى المؤسسات الرسمية اللي بتتلقى من وزنة الدولة في كل شيء وبتعاني معاناة شديدة جدا، ولم نتخيل يوما ان العمل التطوعي او الحلم الكبير الوحيد اللي في جيلنا اللي شاركنا فيه بيضيع. كنت من المحظوظين اللي شاركوا في 57 من بدري، منذ بدايته لما كانت أرض، كنت بلف مع ناس، بنجمع شخصيات وبنجمع فلوس، وسافرنا برا وجمعنا فلوس من الخارج من المصريين ومن العرب، واتبنت المستشفى بجنيه. فاكر صوت طارق نور وفاكر فكرته من البداية. طارق نور مؤسس هذه القناة، لكن قبلها هو طارق نور ملك الإعلام، ملك صوت ومضمون كرياتيف كبير، عمل المستشفى دي بصوته دعاء خاطب مشاعر كل الناس، حتى أصبحت هذا المستشفى أو هذا المشفى علامة من علامات التحدي والنجاح، علامة من علامات عشق هذا البلد. ظلت 57 هي علامة مضيئة كده، تشوفها تفرح. لما كنت بقرأ الآراء العالمية ولما بيجوا يشوفوا بيقول لك إيه ده، هي ما بقتش مستشفى بتحمل أو بتضم أطفال صغار مرضى مهما كانت عدد الأسرة، لا دي بتعالج آلاف البشر. ما أنت مش لازم تقعد في المستشفى عشان تتعالج، ولما تتعالج عمر علاقتك ما بتتقطع بالمستشفى. المستشفى دي اللي يدخلها بيفضل طول عمره، لو درسه وجعه لازم يروح يعمله في المستشفى. شفت شباب زي الفل، كانوا أطفال وربنا أنعم عليهم بنعمة الشفاء، فراحوا بيقوموا بأدوار مجتمعية وإنسانية مع مرضى هذا المستشفى. هذا المستشفى الذي يضم أحدث الأجهزة في العالم، عنده مركز بحثي واحد من أهم المراكز البحثية في العالم لأمراض السرطانات، ضم أفضل دكاترة ومش كلهم كانوا كبار، فيهم صغار كتير اتعلموا ودوا لهذا المستشفى وتفرغوا له. ماذا لو فشل هذا الحلم؟ هيفضل عندنا زيرو كبير، صفر أكبر مما تتخيله، أكبر من مونديال. إحنا مش عارفين نكمل حاجة صح. طيب لو ها مش قادرين يا جماعة، والمستشفى اللي فيها يكفيها 4 شهور وبعد كده ما فيهاش فلوس، ما فيش متبرعين، ما هي الفكرة كلها قايمة على المتبرعين وهشرح لحضرات كلها. لكن أنا عايز أتخيل السيناريو الأسوأ، مستشفى الأول الذي يعالج أطفال السرطان بنسبة نجاح تتجاوز 70%، النسبة العالمية لا تتجاوز 85%. 70 لـ85 لا علاقة بالبيئة والمناخ والعيشة في مصر، ملهاش علاقة بالشغل الطبي. طيب خلونا نفكر، ما هي المستشفى دي مش اتفتح لها فرع في طنطا، خدته جامعة الأزهر لما عجزوا عن ان يوفروا له فلوس والمستوى بقى هيبقى سيء، وقفوا لان انا عندي معايير جودة، فراحوا عطينا الجامعة الأزهر. جامعة الأزهر جامعة عريقة، لكن ماذا ستفعل في مستشفى 57؟ هو احنا قدرنا نعمل ايه في كل مستشفياتنا في كل جامعاتنا بإمكانياتنا البسيطة المتواضعة؟ كلكم عارفين وبتشتكوا أكتر مني، ومش عيب وزارة ومش عيب حكومة، ده عيب طويل كلنا شركاء فيه. فنديها لمين؟ نديها لمين؟ ندي 57 لمين؟ هي كده تروح ايه؟ معهد السرطان؟ معهد السرطان فيه اساتذه عظام، بس ده الناس بتروح تبات في الشارع وتقعد على السلالم وبالادوار علشان تعرف تكشف حتى. طب نديها لمين؟ للقصر العيني؟
هو الأصل يعني احنا نفسنا يتطور وبقى عنده حاجات كتير، هنديها لمين؟ هنجيب نعين واحد عليها ونقول له تعالى دير يلا بإمكانياته، هنصرف لك موازنة جزء من الموازنة وده اللي نقدر عليه. الحلم ينهار. ليه الحلم بينهار؟ هل هي المشكلة في الإمكانيات المالية فقط؟ في تبرعاتنا؟ أيوه المشكلة الرئيسية في تبرعاتنا. ليه التبرعات قلت؟ أنا لا أميل إلى الشائعات أو الكلام اللي اتقال كتير، فلوس المستشفى دي التبرعات بتاعتكو بتروح في مكانها، واللي عايز يضرب في المستشفى لأنها دليل على فشل آخرين بيقول لك إيه؟ أصل الدكاترة بياخدوا كتير. الدكاترة بياخدوا أكتر من زمايلهم اللي في مستشفيات تانية، بس ليه؟ بيشتغل كام ساعة؟ بيشتغل بمعايير شكلها إيه؟ ممنوع يفتح عيادة. أقل أستاذ موجود لو فتح عيادة وعمل الكشف ب 500 جنيه بس، 500 جنيه بس هيجمع في الشهر قد اللي بياخده المستشفى 3 مرات، لكن هو بيحاول يوفر له حياة آمنة علشان يدي وقته وعلمه وبحثه داخل هذا المستشفى. عشان كده اتعمل مركز بحث كبير، مركز بحثي مهم بيطلع دراسات وبينشر في دوريات عالمية. المستشفى ما فيهاش فخفخة خالص، فيها نظافة، الجدران بتاعتها مصبوغة بمواد كيماوية تمنع نقل الفيروسات والميكروبات. أصلها بتدخل ناس معينين وولاد الأكابر، والله العظيم وهذه شهادة من واحد لجأت أكتر من مرة، الناس بتلجأ لي يقولوا لي يجي وحنكشف عليه وندوله العلاج، لكن مش هنشيل واحد من المستشفى عشان ندخل واحد، مش هنشيل طفل مريض عشان ندخل طفل مريض. المستشفى الذي وفر أماكن إقامة، اللي وفر تذاكر للفقراء علشان يركبوا القطر أو المترو مجانا عشان يقدروا ييجوا، المستشفى اللي بتوفر وجبات مش للمرضى بس وأهليهم، المستشفى اللي بتحترم آدمية الإنسان، المستشفى الوحيد الذي لا تجوز فيه الواسطة. أنا بقول اللي أنا شفته بعيني مرة واتنين ومية، هيبقى لنا مين؟ هيبقى للغلابة مين؟ الكبار بيعرفوا يتصرفوا، الأغنياء بيعرفوا يتصرفوا، الفقراء هيروحوا فين؟ هينتظروا الموت لولادهم وهم حاطين إيديهم على خدهم؟ هنقعد قعدة الندامة وهيشاوروا علينا ويقول لك آدي البلد، آدي الشعب اللي ما قدرش يحمي مشروعه، حاجته، حلمه، حقه، الحق الوحيد لإنقاذ أطفال مهدد إنه يروح، مهدد إنه يروح وإحنا بنتفرج، والبعض لقاها فرصة للتصفية، والأصوات من المغرضين عايزة تدمر المشروع عشان ما يبقاش عندك حاجة ناجحة. إحنا كنا دايما نقول إحنا بدل 57 عايزين نبقى عندنا 10 حاجات كده. المجتمع المدني يساعد الشعب مش الحكومة. الحكومة عندها إمكانياتها وعندها همها وعندها بتنجح أحيانا وتفشل أحيانا، مش قضية الحكومة. أنا قضية إحنا. المجتمع المدني في العالم بيقوم بأدوار عظيمة جدا. الحكومات بتوفر الحدود الدنيا الأساسية، إنك تعرف تاكل، إنك تعرف تروح الطوارئ، إنك تقعد بالشهور عشان تعمل عملية. طب إحنا الحكومة لسه ما وصلناش إلى هذا القدر من المساعدة والقدرة على إنقاذ المصريين جميعا. طيب يبقى إحنا مع بعض كمجتمع مدني وكل مواطن يستطيع أن يمد إيده ويساعد في إنقاذ هذا المستشفى اللي فرحنا لما اتعمل فرع في طنطا وقلنا هنعمل فرع في الصعيد وقلنا عندنا أمل. المستشفى التي يملكها الشعب، لا تملكها الحكومة ولا يملكها مجلس إدارتها، يتغير الصبح. المشروع الضخم ده مهدد أنه ينهار. هو ليس شهادة على سوء الإدارة، ولكن شهادة على عجز شعب لم يستطع أن يحمي مشروعه،
قبل أن تلوموا الحكومة لوموا نفسكم، وهذا ليس دفاعا عن الحكومة ولكن تحفيزا لكم. أنا ما يهمني، مش منتظر حاجة من الحكومة، أنا منتظر نحن ننقذ المستشفى بتاعتنا، المستشفى بتاعتنا دون نظر إلى أسماء من خلفها، لأن كل طوبة من دي دفعها مواطن مصري غلبان. الطلبة في المدارس كانوا بيطلعوا جنيه من مصروفهم ويدفعوه، الفلاحين في الغيطان كانوا بيدفعوا جنيه ويساعدوا. أيوة في ناس أغنياء كتير ساعدت، وفي نجوم ساعدت وتطوعوا وراحوا وزاروا وعملوا جهود علشان تقف، لأن كان كل اللي بيروح بيحس إن المستشفى دي جزء منه، جزء من حلم، جزء من حلم بيقول لنا إحنا نقدر، إحنا والله نقدر نعمل حاجات معجزات، إحنا شعب في التحدي صعب وفي الانكسار أصعب، لذا لا تستسلموا للانكسار أبدا، لذا خلونا نقف إيد بإيد، كل واحد يقدر. أنا ما بجيش على الغلبان وأقول له لازم تطلع، الغلبان غلبان قوي، أنا بقول له كل واحد قادر يوفر قوته وعنده فائض يمد إيده للمستشفى عشان ابنه، وبقول له كل غني، احنا بيجي أغنياء في المستشفى دي كتير ومن العالم العربي كله بيجوا يعملوا عمليات وبيجوا يتعالجوا هنا وبيدفعوا فلوس كتير وبياخدوا دورهم زي أي حد وبيدفعوا تبرع، مش بيدفعوا حاجة، وهذا شكل من أشكال الاستثمار، استثمار في الإنسانية، أن تكون إنسانا، ترى طفل يمكن أن يكون عالم، والدايرة مش مجرد بس إن أنا بنقذ طفل، ربما تكون بتنقذ ابنك، لأن هذا الطفل اللي كان هيموت هيطلع حاجة كبيرة وهيطلع عنده إحساس وضمير بأن اللي أنقذ حياته هي فلوس الشعب، فهيرد للشعب، هي منا وإلينا. في فمي ماء وفي قلبي أمل إن الناس مش هتوافق أبدا إن المستشفى دي تنهار، حتى لو في أي حد بينا عايزة تنهار احنا مش هنسيبها تنهار. سيدة وزيرة التضامن النهاردة زارت مستشفى 57 واعلنت دعم المستشفى ب 75 مليون جنيه. الوزارة هي المسؤولة وظيفيا يعني عن هذه المستشفى، وهي جزء من الرقابة ايضا على هذا المستشفى. الكلام اللي اتقال ان في ناس يا جماعة ما هم قالوا كلام كتير وما تحققش، انا كان عندي ورق التحقيقات كله، لم يثبت ان في مليم اتخذ، جهاز مركزي للمحاسبات، الرقابه الاداريه، كل اجهزه الدوله بتراقب على المستشفى دي. الوزيره عبرت عن ثقتها، واتمنى ان اشارك هذه الثقه، في ان الازمه هتعدي والمستشفى دي فيها حوكمه لترشيد الموارد وتنميتها. الاطفال اللي بيدخلوا هناك دول املهم فيكو، املهم فينا كلنا، محدش يقدر يقول ابدا ان انا مش مسؤول، وان وقعت والله ما هنعرف نعمل حاجه، وهنفضل اجيال لحد ما تيجي اجيال تستعرض تجربتنا وتقول الفشله الفشله. فلوسك فين؟ مين فلوس كل واحد فين؟ خلوني أروح الأول في فيديو عندنا، مش كده؟ طيب خلونا أوريكو الفلوس بتروح فين من خلال تقرير لحديث القاهرة، وإحنا النهاردة من القاهرة والناس بنقول ونرفع شعار، بنقود حملة أو نشارك زملائنا وكل مواطن مصري حملة انقذوا 57-3-57 تحت هذا الشعار. على مدى الأيام والأسابيع القادمة سنكون معكم وسنتابع معكم وسنرد على كل الأسئلة اللي ممكن تثار، لأن في ناس قاعدة تحفر وعايزة توقع هذا الحلم. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع تاني.
57 قايمة على التبرعات، واحنا بنيجي من اخر الدنيا. انا نفسي باجي من البحيرة عشان اعالج ابني، وطبعا في نقص في كل حاجة بسبب قلة التبرعات، فيعني ارجوكوا ده حلم لولادنا، فانقذوا 57. انا عندي حلم اني اطلع عالم اثار، يا ريت تحاولوا تحققوا الحلم دوت معايا وتبرعوا المستشفى 57 357. المستشفى هنا قايمة على التبرعات، علاج الأطفال بالتبرعات، لعب الأطفال بالتبرعات، المرتبات بتاعت الموظفين بالتبرعات. أنا كنت مريضة هنا في 57 والحمد لله خفيت بفضلكم وبفضل تبرعاتكم. أكيد أنتوا قادرين تقدموا تبرعات تانية للأطفال اللي جاية. انقذوا 57. أنا كنت مريضة هنا ودلوقتي بقيت دكتورة صيدلانية، وده بفضل تبرعاتكم، وفي أطفال زيي ممكن تكون أحسن مني كمان. انقذوا مستشفى 57-357. باجي مخصوص من العريش لعلاج بنت في مستشفى 57-357. مستشفى 57 لو وقفت أولادنا كلها هتضيع. القوم 57 هم الشعب المصري اللي قومها، هم أهل مصر، فمحتاجين طبعا احنا نرجع تاني نتبرع عشان نحاول ان احنا نكمل الرساله بتاعتنا، عشان نحاول نخفف اطفال اكتر. عايزين تبرعات للمستشفى عشان نكمل علاجنا. برعوا حساب 57-357 عشان احقق حلمي انا واصحابي. تبرعاتكم لو قليله تفرق معانا كتير. كل جنيه ممكن انت تدفعه بالنسبه لك مش هيفرق، او بالنسبه لك مش هيعمل حاجه، بالعكس لا، الجنيه بيجيب حاجه والمليون جنيه بتجيب حاجه. عشان نخف كلنا. المستشفى دي ما تقدرش تقفل. هذا التقرير واللي احنا اللي انا بعمله ده اعلان يجب ان يكون مدفوع الاجر. جزء من الحديث اللي الناس بتقولك فلوسك بتروح للإعلانات. أولا عايز أقول لكم إن إعلانات الجمعيات الخيرية دي بمبالغ زهيدة جدا، يعني إذا كان بألف الإعلان العادي، فأنا بقول نسبة تقريبية، ده هيبقى بعشرة جنيه، ده قانون وبتدفعوا براحته، مش فلوس خالص، ومنذ فترة كبيرة وقفوا. ثانيا الاطفال اللي انتم شفتوهم دول، كل طفل بيكلف من 500 الى 700 الف جنيه كورس العلاج بتاعه. ليه العلاج غالي كده؟ لانهم بياخدوا علاج اصلي عالمي، وده كان جزء من التاثير اللي حصل. ما عدناش قادرين نجيب علاج من بره، ما عدناش قادرين ندفع ثمن مستلزمات طبيه بتيجي لمرضى السرطان من الخارج، يعني ثمن للأزمات اللي حصلة منذ كورونا، وحتى الآن المستشفى بتعاني جدا، اللي كمان انخفض معدل التبرعات. كانت بتجمع مبالغ ولكن ما بتكفيش، لأن الحاجات زادت بما يعادل 50-60%، فهتجيب منين وما عندكش حل غير إنك تدفع حتى مهما كانت الزيادة، لأنك مش هتتحمل طفل واحد يموت. كان هناك مبادرات إيجابية كثيرة من أشخاص لم نكن نتوقع أنهم يلتفتوا إلى هذا. من أوائل الناس اللي عملت ده رابطة تجار السيارات، وكانت بادرة طيبة جدا أطلقها الأستاذ أسامة أبو المجد رئيس الرابطة، وأتت أكلها بسرعة شديدة جدا وما زلنا ننتظر. أهلا وسهلا أستاذ أسامة. أهلا بك خيري بجمهورك الكريم. أهلا بك، أنا أحييك جدا. أنا متابع الحملة منذ أول يوم أطلقتها، وأعلنت أن أنتم محتاجين تجمعوا 5 ملايين جنيه،
وشفت ان حتى الحمد لله في وقت قصير جدا انت وشركائك وزملائك اهل الخير والمحبه للوطن ول 57 قدرتوا تجمعوا مبلغ كبير. ممكن تقول لي ردود الفعل وعملتوا ايه ووصلتوا لكام؟ الحمد لله رب العالمين. احنا اطلقنا الحمله امبارح، احنا في 24 ساعه الحمد لله وصلنا ل 7 مليون ما شاء الله. كنا حاطين تارجت، كنا حاطين تارجت ان احنا نوصل 5 مليون، ومع وجود يعني كل منسوب الرابطة، عايز أقول لحضرتك تجار بمجرد ما أعلن على حملة أنا فوجئت به، يعني أنا حطيت 5 مليون وما كنتش متوقع إن إحنا نوصل لهذا الرقم بسهولة. يعني عايز أقول لحضرتك أنا فوجئت، الخير موجود زي ما قال سيدنا النبي الخير قوتي إلى يوم الدين. فعلا الله أكبر الله أكبر، حاجة سعيدة جدا وشعور، والناس اللي بتكلمني والناس اللي بتبعت، إحنا طبعا كل التجار بنقول لهم يا جماعة هيتعمل شيك مقفولة مغلقة باسم المستشفى، والمستشفى طبعا ان حتى تبرعاتها قلت، التشغيل نفسه زاد، لان انت عارف حضرتك مشكلة الدولار دي طالت كل طبعا شيء. طبعا اصعب حاجة في الدنيا، اصعب حاجة في الدنيا ان مريض بيعاني وبيقل ومفيش علاج او مفيش مصاريف هذا العلاج. انا اعلم مريض السرطان علاجه مكلف جدا جدا جدا، وكل منسوب الرابطة من تجار واهل الخير، والخير موجود فيهم، ورابطة تجار سيارات مصر تجمع قامات كبيره جدا عندنا كل المستويات، من من يملكوا او من لديهم دكتوراه في الاقتصاد، وعندنا مستشارين وعندنا دكاتره وعندنا كل طوائف الشعب موجوده في رابطه تجار سيارات مصر، كلهم على قلب رجل واحد، كلهم عندهم هدف واحد. عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا مؤتمر كنا بنعد ليه، احنا سيبنا دلوقتي المؤتمر خالص وهنأجله، واحنا هدفنا دلوقتي هي ربنا يكرمكم انقاذ هذه المستشفى. والله يا فندم هقول لحضرتك على حاجه تنبهر بيها، احنا تجار السيارات بتمر باصعب وقت بيمر على قطاع السيارات، يمكن صحيح طبعا بيع، وانت تعلم ان البيع متوقف، ومع ذلك الخير اللي موجود في قلوب تجار السيارات، مش التجار بس، اقول لحضرتك حتى بائع السيارات والله العظيم جمعوا مبالغ زهيده، جمعوا مبلغ يمكن بسيط وانضموا وحبوا يشاركوا في 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 هذه المبادره الطيبه، لان الاطفال اللي عندهم سرطان دول يعني 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 فعلا يكفي ان احنا ان هم طبعا يعانوا من هذا المرض، احنا لازم نشعر بهم. كل واحد كل تاجر استشعر ان هذه الاطفال هم ابنائه، فكان لازم كلنا ان شاء الله على قلب رجل واحد. استاذ اسامه بتتوقع ان المبلغ يوصل لكام؟ يعني انت كنت عشمان في 5 وصلت ل7، فهي شهاده ل يعني رابطه تجار السيارات ولكل من يعمل في هذا المجال ان البلد في قلبهم، وانهم مش مصاصي دماء زي ما البعض بيحاول يصور طول الوقت، وان اي حاجه مصر هتناديهم هتلاقيهم فيها. عارف يا خيري في 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 اول ما جت كورونا أيوة. معارض كتير قفلت وقفلت لكذا شهر يعني، وما كانش فيه فعلا بيع ولا شراء خالص. احنا اجتمعنا وكلمنا كل المعارض عشان ما حدش يمشي بيع، لان البيع في بيوت مفتوحه. عايز اقول لك ان تجار السيارات تكبدت مئات الملايين من الرواتب على مدار شهور طويله جدا، عشان ما فيش عامل يتسرح، ما فيش بيت يتقفل. تجار السيارات النهارده الناس فاهمه فكره مش صحيحه، تجار السيارات عايز اقول لحضرتك يجمعهم رجال على قلب رجل واحد، واحنا معاهم طول ما هم مدين ايديهم كده. وحضرتك شفت المبادره دي تؤكد مين هم تجار السيارات. عشان كده انا بسال حضرتك متوقع المبلغ يوصل لكام خلال الايام القادمه؟ والله اتوقع ان شاء الله ان المبلغ هيتجاوز ال 10 وال 15 مليون كمان، واحنا لينا طلب يعني يمكن بكره ان شاء الله من اداره الرابطه بيتحرك المدير التنفيذي، هيقابل في مكتب معالي وزير الصحه. انا ليا طلب ان احنا هنسلم الشيكات لمدير مستشفى 57357 في حضور السيد وزير الصحه، عشان هم يكون عندهم الافضليه وكيفيه توظيف هذا المبلغ بصوره طيبه، ويبقى الموضوع فيه يعني ايه راحه لكل الناس اللي هي قامت بالتبرع. عندنا بعض الناس كمان تبرعت، يعني عندنا النهارده تواصل مع احد التجار وقال انه هيتبرع بمليون جنيه مشتريات للمستشفى، يعني شوف هم عايزين مشتريات ايه وهو هيتبرع بمليون جنيه مشتريات. اتوقع ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله نوصل ان احنا نخفف يعني كفايه اللي هم بيعانون، نحاول نرسم البسمه على وجوههم وعلى قلوبهم ان شاء الله، ويكون سبب تجار سيارات مصر تكون سبب لشفاء الاطفال يا رب يا رب. من بشكرك جدا المرض اللي استاذ اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات، نموذج للشعب المصري اللي بنتكلم عنه، الشعب المصري العظيم، الشعب المصري اللي بنى هذا الصرح، عشان كده بنراهن طول الوقت على الشعب المصري، لا نشك للحظه
فإن الشعب المصري، وأنا بقول لكم، لما بيدخل تحدي بيكسب. طيب خلونا نروح لواحد من رجال الأعمال المصريين، المهندس أسامة الشاهد. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا بك خير بي، متشكر لهذه المداخلة، وأتمنى أن أنا أوصل. ده شرف لينا أسامة بي. وقول لي، أنت متابع الاستغاثات اللي توجه من كتير من الشعب المصري علشان إنقاذ مستشفى 57 357؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك طبعا قبل ما أبتدي في هذا الموضوع، أنا يعني حتى غير لمنبر حضرتك في أن أنا أقدم العزاء للمستشار محمد أبازيد في عزاء والده. الله يرحمه الله يرحمه، نائب رئيس محكمة النقض وشخصية من الشخصيات الهامة، مستشار وزيرة التخطيط. نعم طبعا مستشفى 57 357 ده صرح تم بناؤه من تبرعات المصريين، وبيقدم خدمة مميزة أنا ما شفتهاش. أنا لفيت العالم كله ما شفتهاش، لا في إنجلترا ولا في ألمانيا ولا في فرنسا وكده. نعم. وطبعا كان في هجوم قبل كده على المستشفى من الله يرحمه وحيد البيهاني في قصة التصرفات بتاعة المرتبات وخلاف وكده. بس أنا عايز، اللي أنا عايز أقوله إن أنا يعني لمست موضوع معين كان قصادي. كان في احد رجال الاعمال كبار كان حفيده تعبان وكان عايز يخش المستشفى، وكلم مهندس شريف ابو النجا وقال له ان هو عايز يتبرع بعده ملايين للمستشفى في نظير ان هو حفيده يخش المستشفى ويتلقى العلاج. وفوجئت برد مهندس شريف طبعا، بشكره على الدكتور شريف ابو النجا. ردوا عليه ان هو طبعا بيشكره على هذا التبرع، وان ده في الخير وهياخد جزاؤه عند الله ان شاء الله. بس هو ما يقدرش ان هو يستثني احد المرضى اذا كان دافع او غير دافع من الدور او السيستم الموضوع في المستشفى. فطبعا ده بينم عن اداره مميزه للمستشفى وعدم تفضيل شيء شخص عن شخص لمقدراته الماليه. فأنا يعني عشان أؤكد هذا الموضوع، فأنا بتبرع بمبلغ 100,000 جنيه لمستشفى 57 357. ده على أساس إن أنا متأكد إن الفلوس دي بتروح في المسار السليم بتاعها، وبأناشد وزارة التضامن إنها برضو زي ما هي تبرعت بجزء كبير لمستشفى 57 357، ان القصة دي بتعاني منها جميع الاماكن، منها مثلا المستشفى الخيري ايادي 40-40 في اسكندرية، وهي بتعالج اكتر من 1,000,000 مريض سنوية وبتستقبل. طيب خلينا النهاردة ندعم مستشفى 57، وانا هتكلم معاك واعرف المستوصف او المستشفى اللي حضرتك بتتكلم عنه، ونسعى ان احنا نساعده بكل الطرق ان شاء الله. هل الامر هيتوقف على انك هتتبرع، ولا تعدنا بانك هتقفل التليفون وتكلم كل اصدقائك اللي ربنا كرمهم يحاولوا انك تجمع مبلغ على بعض، ويكون مبلغ يساعد ايضا مع المبلغ الكبير اللي انت متبرع بيه؟ اكيد فاعل الخير حضرتك بيستخدم علاقاته مع الاخرين ومع اصدقائه في دعم المستشفى، وده فرح كلنا بنفتخر بيه، وعايزينه يفضل يقدم هذه الخدمة المميزة لكل الأطفال اللي موجودين على مستوى الجمهورية. أنا بشكرك جدا المهندس أسامة شاهد على دورك وتبرعك وموقفك. ومعنا واحد من رجال الاقتصاد والاستثمار في مصر، من الشخصيات المحترمة واللي لها دور كبير، الاستاذ شريف حموده. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازي خير. اهلا بيك يا شريف. ازي الصحه؟ مبارك. الحمد لله. الحمد لله. استاذ شريف، قول لنا انت شايف ما يحدث الان في 57، وان شاء الله هتعمل ايه وهتساعد ازاي كما اعتدنا دائما. يعني طبعا انا بشكرك على المقدمه العظيمه اللي انت حضرتك قلتها، اللي هي تحرك الصخر، يعني حجر نفسه يتحرك بعد المقدمه العظيمه دي.
ورب ضارة نافعة. أعتقد الحملة دي ممكن تزيل بعض الآثار السلبية اللي هي كانت موجودة نتيجة حملة مضادة اتعملت ضد 57 الفترة اللي فاتت. أعتقد الانتفاضة اللي موجودة دلوقتي من إعلاميين ومن المستشفى ومن الرأي العام حاليا لمساعدة صرح عظيم احنا كلنا فخورين بيه، مفيش حد فينا مفيش حد في معارفه استفاد ب 57. عندنا ثلاث منارات طبية في مصر، منصورة وأسوان وسيدة زينب 57. نعم. اعتقد ان احنا السياسه اللي احنا بنعملها للاسف في تدمير كل حاجه حلوه في حياتنا لازم تتوقف بقى لحد كده. دولتنا وشعبنا وكلنا لازم نكون مع بعض الفتره اللي جايه. انا هقول لحضرتك احنا كمجموعه شركات وعملائنا بدانا بقى لنا يومين، وان شاء الله خلال الاسبوع ده بنجمع من نفسنا ومن عملائنا بلغ ان شاء الله هيكون عده ملايين هتتقدم للمستشفى لاداره المستشفى. نعم. لان احنا بنثق في اداره المستشفى. انا عاوز بس زميل رابطة صناع السيارات لأن المبالغ تتقدم للمستشفى، مش لازم وزير الصحة يحضر، لأن نعم. المستشفى دي احنا وثقنا فيها كلنا، ومش عاوزين نستجد للحملة الشنيعة اللي كانت ضد المستشفى الفترة اللي فاتت. أرجوكم الفرصة دي ان احنا نعيد الثقة في المستشفى. نعم. ونأكد رأي عام ثقتنا اللي عمل الصرح ده كله بمئات الملايين بالتبرعات وخفف آلاف آلاف ولادنا بالتبرعات، لا ممكن يمد ايده، لا يمكن يمد ايده على مليم من فلوس ويعلم جيدا انها ده ثواب عند ربنا كبير قوي. اللي عاملين الناس ده مع احترام بياخد مرتبات، اللي عاوزين ياخدوه يصرفوا، اللي قاعدين يصرفوا احنا نثق فيهم، هم دول بيخففوا ولادنا وعملوا لنا الفخر ده ان العالم كله بيتكلم فيه. احنا مع المستشفى، مع اداره المستشفى، احنا هنعمل حمله ان شاء الله عندنا وهيكون التبرع بعده ملايين ان شاء الله خلال ايام موجود في المستشفى لاداره المستشفى. بشكرك جدا استاذ شريف حموده، رجل الاقتصاد والاستثمار. عايز بس اقف على جمله قالها وزير الصحه، ووزير الصحه ملوش علاقه ولكنه داعم. انا اعرف الدكتور خالد عبد الغفار، يا جماعه هذا المشروع يضيف للحكومه ولا ياخذ منها، يشيل عنها اعباء كبيره جدا. فمحدش وزير الصحه مش هيبص لدي لانه مش داخل منافسه معاها، ده هو نفسه يطور المستشفيات اللي في مصر انها تقرب من المستوى. لكن 57 وتاني علشان اللي فيهم كلامي او ما وصلوش كلامي، الشعب هو الذي بنى هذا المستشفى وهي ملك الشعب واحد واحد. عشان كده بقول اللي هيندم وهيدفع الثمن هو الشعب، فلوسه واستثماراته هتبقى ضاعت، وابنائه ربنا يشفي كل الابناء وما يعرض ابن اي حد لهذا المرض الصعب، ولكن أبنائه هم اللي محتاجين هذا المكان، أبنائنا، ربنا يقينا جميعا. لكن لازم نحافظ على ملكية الشعب، ده عمل كلنا شاركنا فيه، كل واحد اللي دفع جنيه زي اللي دفع 100 مليون، اللي دفع جنيه كان ليه دور، والجنيه ده عمل حاجات كتير قوي. طيب خلونا نروح للنجمة الكبيرة المصرية الأصيلة الفنانة وفاء عامر. أهلا وسهلا عبر زوم الأستاذة وفاء. مساء الخير، إزاي حضرتك يا أستاذ خيري؟ مساء الخير يا مدام وفاء، إزايك؟ على كل السادة المستمعين، وبتمنى من كل قلبي إن كل الناس تكون سمعة وشايفة الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي بإذن الله يا رب يا رب. اتفضلي، أنا سامعك، وقولي لي شايفة الأزمة بتاعت 57 357 إزاي، وهتعملي ايه، وبتتحركي ازاي عشان تساعدي، لان انا عارف طبيعتك انت دايما من اهل الخير، يعني انت في مجموعه كده من النجوم ما بتتاخروش ابدا عن البلد ولا عن الناس. الاول احقاقا للحق، الحمله دي انا شفت اللي بداها الفنان النجم عمرو يوسف. تمام. فانا مش هنسب الفضل لنفسي، انا شفت زميلي يعني تفاعل جدا مع الأزمة. صحيح. أنا قررت وأمنت بها جدا، فقررت أن أنا كمان أمشي على نهجه. فعملت إيه؟ عملت من خلال السوشيال ميديا انقذوا 57 357، وقعدت فكرت زي ناس كتير جدا بقول لهم شغلوا دماغكم وفكروا كويس قوي، إحنا الصرح ده معمول لمين؟ معمول عشان يخدم مين؟ يخدم ولاد مصر، ولادنا. كان الأول معمول للصغيرين، ودلوقتي بقى للصغيرين والكبار من مرضى سرطان الدم والسرطان بصفة عامة. يعني نعم. مرض خطير العين،
الحرب معاه شرسة، بيحتاج لعلاج من نوع كبير. بعد حملة التشكيك اللي اتعملت كتير قوي في القائمين عليه، فأنا فكرت بشكل تاني إيجابي، إلى أن إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يظهر الحق ويبين فين الصح وفين الغلط. لا، هو الغلط بان، واللي جاني قعدت من زمان، والموضوع ده انتهى، مفيش أي كلام مادي أو فساد عن هذا المستشفى. يبقى إذن دلوقتي إحنا بنقول للناس اللي هذا الباب لابد ألا يغلق، لابد أن نتوقف أو يتوقف طابور الانتظار علشان العلاج. يعني الأول ما ابتدت حملة التشكيك طلبت طلب واحد، هو أن نودي أشياء عينية أو أشياء يعني صناديق من العلاج مصحوب بفواتير من أماكن موثوق منها، سواء صيدليات أو مستشفيات أو بيع. تعرف الدواء ده أغلبه بيجي من بره يا أستاذة وفاء، بس عشان ما نعملش لبس عند الناس، ما هو لا نثق لا ما نثقش، فإذا وثقنا يبقى لازم نسيب أهل الاختصاص يعرفوا إيه الدواء اللي عايزينه للحالات اللي عندهم. أنا كنت بتحرك بسرعة، يعني كنت بتحرك بسرعة. تمام. بس بعد ثبوت إن هذا الصرح هيغلق، وإن الناس فعلاً القائمين عليها قائمين بذمة وبضمير وبأنهم فعلاً ماشيين في الطريق الصحيح، فأنا تحت أمر المستشفى دي في أي وقت في أي مرحلة في أي طلب يطلبوه مني كفنانة أني أنزل وأدعم هذا الصرح. لا، أنا عايز كمان أطلب، فعلاً كنت اتحركت فيه من 4 سنين. عايز أطلب منك أنت طلب بشكل كل المحيط بتاعك بيحبك، انت كده والاستاذ محمد ساعدونا بانك تكلمي ناس كتير وحبايبك اللي بيصخوا فيكي، وتجمعوا اللي تجمعوا له ربنا يقدركم عليه، وتروحوا تزوروا المستشفى وتعرفينا بس. عمل عشان نكون معاكم. برافو عليك. انا ابتديت فعلا، انا ابتديت يا استاذ. طيب. خيري رائع رائع رائع. انا ابتديت، انا مش محتاجه بجد يعني كتر خيرك طبعا، ادل على الخير كفاعله، بس انا فعلا ابتديت، وابتديت من بدري قوي. ربنا يقدرك. يعني بدري قوي، لان ولادنا يستاهلوا ويستحقوا. وعلى فكره ما حدش يقول ان احنا مصر بتشحت مش عارف ايه، مصر ايه، طول عمرنا العالم كله قائم على التضامن المجتمعي وعلى وقفنا جنبنا جنب بعض. نعم. والا ما كانتش امريكا عملت كده، وانجلترا عملت كده، وفرنسا قبل عملت كده، والصين عملت كده. تمام. الدول دي تبقونا في انهم عملوا عمليات توعوية للمجتمع، انهم يساهموا في علاج كثير من الامراض المستعصية. نعم، احنا قلوبنا معاكي، واحنا مع بعض كلنا ايد بايد. انا بنشد المصريين من خلال برنامجك المحترم، ارجوكم ارجوكم ادعموا مرضى سرطان الاطفال، ارجوكم ارجوكم ما تسمعوش كلام حد، في طوابير واقفه الولاد بتموت، وفي الامل في الشفاء وصل ل 95%. ارجوكم 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 اي حد يبقى، احنا 120 مليون، لو اتبرعنا بجنيه واحد، جنيه ملهوش قيمه، هنقدر نجمع 80 مليون. ما تسمعوش كلام حد، في طوابير واقفه، احنا نقدر وحنقدر، وطول عمرنا عايشين ايدينا في ايدين بعض. ارجوكم، الفقير جنب الغني، ارجوكم ارجوكم. وانا اول الطابور، انا اول الطابور، ما حدش يقول ان الفنان ما بيقدرش يعمل، احنا بنعمل وحنعمل، وكلنا واقفين في ايدينا في ايدين بعض، من اكبر راس فينا لاقل حد فينا. ربنا، وانا بشكرك جدا، ارجوكم اتبرعوا لمستشفى سرطان الاطفال، ارجوكم، والكبار ارجوكم ارجوكم. المستشفى دي مش لازم تقفل، لو قفلت الوزر هيبقى في رقابينا كلنا، كلنا هنتعاقب عند ربنا. نعم، بشكرك جدا يا الفنانه الكبيره وفاء عامر، بشكرك جدا. انا بس عايز اقف قدام كلمه واحده فقط في كل اللي قالته، الفقراء. احنا ما بنطالبش الفقراء يعملوا حاجه، الفقراء في بلادي ما عادوش يتحملوا يدفعوا حاجه.
الفقراء في بلادي دفعوا لما كان معاهم، هم فقراء بس كانوا قادرين. نحن نمر بظروف صعبة، الظروف الصعبة تخلينا واقعيين جدا. هذه المرة نحن لا نطالب الفقير، أنا بطالب من اللي معاه جنيها فكة حطتها وما بيستخدمهاش، حطتها في عربيته أو في بيته ما عادش بيبص لها. بتكلم عن اللي داخله قادر يوفر لعيلته حياة كريمة ويتبقى معه مبلغ يقدر يساعد بيه. حاضر معايا الأستاذ إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. أهلا دكتور خيري، زي صحفي. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ والله اللي أنا بجد بغبطك على، لأن الدال على الخير كفاعله. ربنا يخليك، كلنا شركاء في الوطن وبنحب بلدنا وبنحب الشعب ده. شعور من إعلامي محترم، شعور من إعلامي محترم فعلا قدوة لأي حد. ربنا يخليك يا أستاذ إبراهيم. وإحنا بتوع أفعال وليس بتوع كلام. أيوة قول لنا. مستوى الشخصي، مستوى الشخصي كإبراهيم الإمبابي مع الدكتور عمر الإمبابي ومع الدكتور يوسف الإمبابي ولادي، العيلة العيلة الحمد لله، مع الدكتور عطيات الحمد لله، في طالع من مال نحن الخاص لمستشفى 57-53 عن طريق الأستاذ أحمد فندي، لأنه هو المسؤول على ياخد الحاجات دي هناك في المستشفى. ولكن بقى زيدك بقى من الشعر بيت، لانك ايه حضرتك كريم، فلازم نكون الله اكرم وانت الاكرم. حضرتك انا بفضل من الله هجتمع عاجلا مع الشعبه مع صندوق لجنه دعم الدخان عشان اطلع مبلغ من احنا 51 مصنع ما شاء الله، والحمد لله كلنا على قلب رجل واحد. لو انا قلت لهم هاتوا هدومكم هيدوني هدومهم. لا احنا عايزين الناس تفضل لابسه هدومها ومسطوره وتساعد. أنا بكلمك بجد، انا عارف مشاعر المصريين على قلب رجل واحد، وهم عارفين ان انا بعمل الصالح. ومعلش لما اعلامك محترم زي حضرتك ربنا يخليك ياخد وقته ويقول ويدلنا على الخير. لا صحيح كلنا بنعاني من ازمات، بس معلش هي دي اللي هتفرق الازمه. نعم، هي دي اللي هتفرق الازمه. طب انا لو سالتك عن الشيك العائلي تقدر تقول لي كام تفرحنا؟ يعني احنا 4 افراد عدينا ال 200 وشويه. ما شاء الله ما شاء الله، كويس قوي. كل جنيه يطلع كتر خيركم. لا يعني 4 افراد، ولكن لا ده انا هفرحك. انا هستنى تليفونك، احنا شغالين طول الاسبوع وكل يوم هنتابع. هبعت لك صوره الشيك اللي طالع من الشعبه، هتفرح قوي قوي قوي، وهتحس ان مجهودك ما راحش على طول. طب الحمد لله، ربنا يكرمك يا استاذ ابراهيم. تمرني ده، انت اللي ربنا يكرمك لانك حقيقي مثل يحتذى به. ربنا يخليك، تسلم لي. الاستاذ ابراهيم بابي رئيس شعبه الدخان، بشكرك جدا جدا جدا. هذه هي مشاعر مصريين، دول مصريين يا جماعه. معانا الفنانه الكبيره دره. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا خيري، ازيك؟ ازيك يا دره؟ الحمد لله. دره قولي لي الاول، انت خدت جنسيه ولا لسه؟ خلاص يعني اولمست يعني قربت. يعني احنا على العموم بنتعامل معاك على انك مصريه. بالظبط. هو يعني انا يعني بقلبي مصريه. ايوه طبعا طبعا، واحنا بنعتبرك واحده مننا ومن شعبنا وتونس كلها بصراحه، اهالينا يعني. طبعا طبعا. دره قولي لي، شفتي الازمه اللي فيها 57، وقولي لي انت عملتي ايه لما شفتي ده؟ انا عارف انك كتبتي وشيرتي وكان ليكي دور، بس قولي لي انت بتفكري تعملي ايه كمان؟ بص طبعا الواحد لما بيعمل خير ما بيحبش يقول هو لا، بس هنا لازم نشجع الناس معلش، لكن احنا بنحاول ندل على الخير يعني. أي. نقول للناس من خلال صفحات بتاعتنا احنا كفنانين بتبقى كبيره. انا الحقيقه اتصدمت وزعلت جدا لما عرفت ان مستشفى 57-53 هذا الصرح الجميل العظيم اللي كلنا بنفتخر بيه يعني سواء المصريين او العرب، لان دي اكبر مستشفى واهم مستشفى لعلاج سرطان الاطفال بالمجان يعني، وده مهم جدا. كلها قائمه على تبرعات وعلى الخير اللي الناس بتعمله، وانا زرتها كذا مره فيعني عشان اقول للناس هم بجد. انت كنت هناك قريب؟ انا كنت هناك قريب وزرتها كذا مره كمان زمان. وفي ناس اعرفهم يعني، مثلا في حاله بنوته صغيره يعني لحد بنت حد يعني اعرفه، المساعده بتاعتي بتتعالج هناك. أيوة. بقالها فتره حالتها فرقت جدا، فانا متابعه
فعليا، لان مش بس يعني يمكن الواحد ساعات يقول يمكن الفنان لما يزور او حد من المشاهير يزور يبقى الدنيا تبقى متظبطه، لا هم فعلا فعلا بيقدموا افضل علاج طبعاً. لكل الناس اللي بتيجي ايا كانت مين، متابعة كويسة جدا، حالة مثلا البنوتة دي تحسنت جدا، في رعاية مش بس يعني على فكرة على المستوى طبعا العلاج والمستوى الطبي على أحسن مستوى، وكمان النفسي كمان حتى على المستوى النفسي، حتى يعني في رعاية وفي في طريقة تعامل كويسة جدا مع الأطفال، في دايما احنا مثلا كفنانين نزورهم، يعني في لا في روح هناك كده شايفة حتى دي. الاهتمام بالأماكن بتاع الانتظار بتاع الأهالي ازاي بيقعدوا مع أولادهم بالزبط. أماكن لعب الأولاد شيء جميل، شيء جميل وآدمي جدا، فلازم كلنا نحافظ عليه كلنا مع بعض، ما فيش حد لوحده. وأنا بصراحة كمان يعني مقدرة وكلنا مقدرين الحالة، يمكن الاقتصادية مش أحسن حاجة، الناس عندها برضو أولويات وكده، عشان كده الناس بتعول قوي يا درة في المراحل دي على الأثرياء ورجال الأعمال ونجوم المجتمع. بص الأثرياء ورجال الأعمال والله وكل الناس، لو كل واحد كل واحد على قد ما يقدر. طبعا احنا ما بنحددش حاجة لحد بالظبط، حتى لو بس يعني فرصة ان الناس تشوف الناس بتعمل ايه لما البلد بتحتاج، كل واحد يساعد بشيء بسيط. نعم هيجمع يعني رقم. انت بتعملي ايه يا درة بقى علشان نبقى الكلام على ارض الواقع مش مجرد دعم مادي معنوي ولا نفسي؟ على ارض الواقع لا، الدعم المادي لازم، مش بس انا الحقيقه مش بس مستشفى 57 يعني، سواء مستشفى 57 مستشفى مجدي يعقوب كمان شفتها وساعدت. طب هاني مشخشخ جيبه يا درة، هاني جدا، هاني كريم انا عارف. لا لا في الحاجات دي بس قولي له حياه عيون دره فحي هيضاعف المبلغ. عشان دره انا هقول لك بصراحه يعني هاني قوليلي. هو من قبل ما اعرفه كمان هاني بيعمل خير كتير، يمكن مش كل واحد لازم يقول ويعلن يعني. لو النبي علينا النهارده وبالنسبه للمستشفى 57 على فكره هو قابلهم وقعد معاهم وعايز يساعد فعلا وهيساعد يعني فعلا كويس ده وعمل ده، وهو غير كده فعلا بيعمل حاجات يعني يعني ما بقول لك الواحد ما ينفعش يقعد يقوله كده، بس هو بيعمل حاجات ربنا كويسه وبيحاول. انا عارف يعني ان هو خير. بيعمل خير كتير، وانت كمان يا دره، ومنتظرين دورك على التواصل مع اخرين وتشجيعهم. احنا بنحاول على قد ما نقدر يا خيالي. وعايزه اقول حاجه للناس برضو عشان ساعات الناس حتى بتحط كومنتس، طب انتوا ليه يعني اللي يعمل خير مش لازم يقول مش لازم يحط صور؟ انا بعمل ده عشان يكون زي قدوة يعني، أو عشان نشجع الناس إنها تعمله، عشان كده يعني لولا كده الواحد ولا هيقول ولا هيشير ولا أي حاجة، لكن إحنا بنكون زي وسيلة يعني إن الناس برضو التانية اللي يقدر يساعد يساعد يعني. نعم أنا بشكرك جدا يا درة، وتمنياتنا بالتوفيق، وشكرا على دورك اللي بتقومي بيه، وشكرا لهاني سعد كمان مهندس الدكور الشهير. تاني أنا لو فتحت التليفونات هاخد الليلة كلها والليالي علشان ده الشعب المصري، عشان الشعب المصري لما بيدافع عن حاجة يمتلكها بالكامل، لأن إذا تاني هذا المكان مش ملك حد، لا ملك رجال أعمال. أنا أعرف ناس ضحوا بحياتهم وبعمرهم وكانوا قاعدين لهذا المستشفى، وناس أغنياء جدا كتر خيرهم فعلا، وأعرف فقراء كتير كانوا بيقعدوا يجمعوا في كل بلد فلوس عشان يروحوا يبنوا هذا المستشفى. الدور الآن مش على الفقراء، الفقراء لابد أن نحميهم. دعوتي اليوم الغني يقدر يدفع ويسافر ويقدر يروح أي مستشفى خاص ويدفع، لكن الفقير هتفضل دي المستشفى بتاعته. اللي ما بتفرقش بين فقير وبين غني إن بتعمل كل شيء مجانا، كل شيء على أحسن مستوى بأحسن الطرق. القاهرة عندما تتحدث، وهذا هو حديث القاهرة، المصريون بيدافعوا عن حقوقهم وعن حقهم وعن ممتلكاتهم وعن خيرهم وعن حاجات كتير، كلنا ايدينا مع بعض وكلنا هنقدر. احنا قدرنا قبل كده وبنينا وهنبني. نلتقي بعد الفاصل. We'll be right back.
تكلفة المستلزمات الطبية أرقام كبيرة جدا. 57-357 هو مركز تميز في العلاج الطبي على مستوى العالم، متميزين بأبحاثنا العلمية، متميزين بنسب الشفاء بتاعتنا بتاعت الأطفال بتاعتنا. لما نتكلم على علاج الأطفال، أي أصغر طفل أو أقل طفل ممكن نعالجه، بنتكلم على سرطان الدم، سرطان المخ والأعصاب، نتكلم تكلفة العلاج من 800,000 جنيه للطفل الواحد لغاية 1.5 مليون أو أكتر من كده. طبعا بتزيد مع الوقت، بتزيد مع استخدامنا للأدوية، عدم توفر الأدوية الموجودة، حاجات كتيرة جدا في تحديات احنا بنواجهها كل شوية أثرت علينا، أثرت على استقبال الأطفال، أثرت على ان احنا بنحاول نقلل النفقات بتاعتنا. ابتدينا بان احنا نقلل النفقات داخل المستشفى، طرق العلاج بتاعتنا ابتدينا نحاول نقلل منها، بس في الآخر احنا عايزين نحافظ على الكواليتي أو الجودة بتاعت ان احنا نعالج الأطفال بتوعنا، ما نخشش في مضاعفات كتيرة جدا منها. مهم جدا بالنسبة لنا حياة الطفل، حياة الطفل أهم من 100 مليون جنيه، أهم من كل حاجة في الدنيا، أهم من كل الأسيتس اللي ممكن نتعامل بيها. في الزمن اللي احنا فيه، في كل بيت مصري فيه مريض سرطان، احنا بنحاول نحارب المرض ده. الجدعان المصريه او الشعب المصري اللي بيحارب. المستشفى 57 هي حياه، هي اهم حاجه بالنسبه لنا، وهي ملجا لينا بعد ربنا، وهي فعلا مهمه لينا كلنا، وعشان نطمن على اولادنا. انقذوا مستشفى 57. في نقص في كل حاجه بسبب قله التبرعات، فيعني ارجوكم ده حلم لاولادنا. بنتي مريضه لوكيميا الدم، تعالجها 3 سنين، تكلفة العلاج عالية جدا، مرتفعة جدا، قائمة الانتظار طويلة، غير الأطفال محتاجة كل تبرعاتكم ومحتاجة دعواتكم ودعمكم ليها، بحيث إن إيه ترجع زي الأول وأحسن كمان، عشان إحنا بننقذ جيل أطفال، جيل كامل. أنا كان عندي كانسر في العظام، وأنا كان عندي كانسر في الدم، وأنا كان عندي كانسر في الغدد. أنا سهيل. وأنا إسماعيلية. وأنا من الأقصر. المستشفى عبارة عن بيت كبير متوفر فيه كل حاجة، بس هي بتمر بأزمة مالية، إن شاء الله هتعدي على خير. أنا كنت مريضة هنا في المستشفى والحمد لله خفيت بفضلكم. أنا عندي حلم، نفسي أطلع لعيب كورة. حلم اللي بدأ لازم يكمل.